المشاهدين الكرام، مشاهدي شو في فيرا، نقول لكم اجواء درب ميلان لاعرق او اقدم احياء في السلطان. نشوف الاجواء ديال عاشور الاحياء الشعبيه في قاع العيالات، الناس كيضربوا عارض بنادم هادشي ما بقاش. سبحان الله العظيم، ما نقر المشاهدين الكرام، اجواء عاديه من درب السلطان مرورا بحي الفرح. يعني جو ديال عاشوراء باقي لحد الان ما بانش في الاحياء الشعبيه. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث، والى اللقاء.